اربطوا حزام الامان يا ولاد. مامي عايز اشرب حالا. مامي ليه ازازه الميه عليها شريط كده فوق الغطا؟ ازازه ميه نسلي بيور لايف مقفوله مرتين، الغطا ده مقفول كويس قوي قوي، وكمان الشريط ده فوق الغطا علشان نتاكد ان الازازه محدش قبلك فتحها. ميه نسلي اول ازازه ميه في مصر تامن الغطا بشريط حواليه لزياده الامان، هو ده الامان البيور. مامي ممكن اشرب؟ انت عارفه ليه ميه نسلي فيها شريط كده حوالين الغطا؟ انا هقول نسلي بيور لايف، خلي حياتك بيور.